على الفرصه مع الكم ده من النجوم كان امر صعب، صعب جدا. خلينا نتكلم عن البدايه، بدايه التعاقد ومرحله التعاقد مع النادي الاهلي واللي اشار لها او ذكرها التقرير اللي تابعناه مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. انا فاكر ازاي البدايه؟ هو البدايه كانت في كفر الشيخ، وطبعا كنت لاعب في ناشئي كفر الشيخ من 10 سنين، لكن انا اتصعدت في الفريق الاول في كفر الشيخ وانا عندي 16 سنه. انا بذكر الكلام ده لان كمان يعني كان وفي واقعة احكيها، لما كنا بنجيب في سنه من السنين وانا مدرب بعد ما اعتزلت، كنا بنجيب بركات من نادي السكه حديد وهو عنده 16 سنه، عنده 14 سنه بيلعب فريق اول. فانا كنت 16 سنه بلعب فريق اول مع كفر الشيخ، وزي ما بيقولوا بلغه الكوره اتمرمطت في 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 الممتاز به. كان ايامها بقى مش الحرس الحدودي، السواحل، الترام. طبعا علقت وكنت هداف دوري القسم الثالث. كنت هداف الدوري القسم الثالث، كنت بلعب راس حربه، ما كنتش بلعب غير راس حربه خلي بالك. ويعني اتذكر ان انا جبت يعني عدد ما انا مش عارف اعده من الاهداف، لان كنت راس حربه، وكنت راس حربه يعني مميز جدا في الوقت ده. يعني الحمد لله يعني كان كل الناس بتتكلم عليا. لكن قصه انتقالي بقى للنادي الاهلي كان لها قصه، ان انا كنت في نادي كفر الشيخ وبلعب درجه ثانيه، وكان الكابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه كان هيمسك منتخب المدارس سنة 75. منتخب المدارس ده كان هيلعب في اسكندرية، هيلعب بطولة دولية في اسكندرية. فكان مجمع لعيبة وحوالي 44 لعيب، كنت أنا منهم. وأنا جيت بمحض الصدفة، يعني كان في الحاج محمد العافي ده من كفر الشيخ، كان عضو جمعية عمومية في النادي الأهلي، وكلم الكابتن طه، كان ليه صله يعني ليه علاقه بالكابتن طه، فكلمه قال له احنا عندنا لعيب في كفر الشيخ اسمه محمد عامر، لعيب كويس وبتاع، ما انت هتجمع اللعيبه في النادي لازم الاهلي تشوفه. فشوفه. فالحاج محمد العافي الله يكرمه، كان يعني بمثابه والدي هنا في القاهره، قال لي هات شنطتك وهات لبس نوم، لانك هتقعدوا اسبوع في النادي الاهلي، في هتبقى من ضمن 44 لعيب، هيختاروا منكم 22 لعيب هيروحوا الدار. وفعلا رجيت مع كابتن طه وكنت من ضمن ال 22 لعيب. 22 لعيب مين؟ كنت انا، ثابت البطل، محمد صلاح زمالك، احمد عبد الحليم زمالك، مختار اهلي، اللهم صل على النبي إكرامي. كان كان ابراهيم خليفه اسماعيلي معاه، كان معاه ثابت البطل، وكان كان محمد هندي كان من الاسماعيلي، كان معايا محمد سعيد اللي هو ابو جمال حمزه، احمد فوزي من الزمالك. بس هنا انا عندي معلومه يمكن لو مش دقيقه بقى حضرتك صحح لنا، بتقول ان كابتن مصطفى عبده وكابتن اكرامي كانوا في منتخب لا لا المدارس 75، يبقى مش من ضمن الاسماء من ضمن دي، لكن ممن زملوك في الملعب. أنا شفت لكن التقرير فما انا بصحح المعلومه. لكن كل الاسماء اللي حضرتك بتتكلم عنها واللي منها عدد كبير ذكروا التقرير كانوا نجوم متميزين، يعني أيوة العيون اللي كانت بتختار في الوقت ده كانت على درجة عالية جدا من الكفاءة، بدليل ان العناصر دي كلها تألقت فيما بعد. لا تألقت أفضل، كلهم نجوم، كلهم نجوم يعني. فطبعا احنا لعبنا الدورة دي وانا كنت هداف الدورة، يعني خدت هداف الدورة. فبالفعل كان المدير الفني كابتن طه اسماعيل، وكان مدرب عام كابتن ابراهيم الوحش اللي هو اخو كابتن عبد الصالح الوحش. عرضوا عليا ان انا اجي النادي الاهلي ده بعد مرحله الاستعداد، اختاروا نصف العدد افضل 22 لاعب. ورحنا الدوره وطلعنا الثاني، لان احنا بمزاجنا دخلنا فرقه مكان فرقه عشان الفرقه دي اسهل، فالمهم اتعادلنا في الاخر وطلعنا الثاني بضربات الجزاء. لكن الدوره اظهرتني كلاعب مميز، فعرض عليا كابتن طه وكابتن ابراهيم الوحش ان انا انتقل للنادي الاهلي. ساعتها المسؤولين في كفر الشيخ فرفضوا ان انا اروح،
قالوا لي احنا قالوا لي ان احنا هنصعد السنه دي وان شاء الله هنلعب في الدوري ممتاز ومحتاجينك ومش عايزين يسيبوني خالص. اياميها ما كانش في احتراف، كان اللي بيروح اللي بيبقى موجود في نادي لازم النادي يديله استغناء عشان ينتقل لنادي تاني. وبالفعل فعلا في السنه دي احنا صعدنا للدوري الممتاز، فكانت فرصه ان انا لعبت في الدوري الممتاز مع كفر الشيخ سنتين، لعبت مع ضد النادي الاهلي 4 مرات، مرتين في كفر الشيخ ومرتين في استاد القاهره. فحتى المره اللي كانت في استاد القاهره انا كنت مصاب، كان دراعي مكسور ومتجبس، عم عبد البقال الله يرحمه كان قاعد على دكه النادي الاهلي وبعت لي عامل من عمال النادي الاهلي من على الدكه من كنت قاعد، طبعا انا رايح اتفرج بقى على فرقتي فرقه كفر الشيخ ومش هقدر العب. ف جاء قال لي ايه مش عايز تلبس الفانيله الحمراء دي؟ قلت له طبعا عايز البسها، في حد مش عايز يلبس الفانيله الحمراء؟ حلو بس المشكله مع النادي. قلت له بس ما انت عارف المشكله. قال لي خلاص ان شاء الله هيبقى في خير ان شاء الله باذن الله. بعد السنه الثانيه نادي كفر الشيخ هبط للدرجه الثانيه، ولقيت جاي لي في العربيه بتاعته سياده الفريق عبد المحسن مرتجي وكمال بيحافظ كان وكيل النادي وعم عبد البقال جاي لي الثلاثه كفر الشيخ، فقالوا لي تعالى قابلنا بحد من مجلس اداره النادي. شوف هنا يا كابتن عامر درجه الاهتمام بالموهبه وباللاعب المميز اللي هيضيف للنجوم الموجودين في النادي الاهلي لما يجي لك ويحرص انه ياتي بنفسه الى كفر الشيخ الفريق مرتجي رحمه الله والكوادر الكبيره الموجوده معاه من اجل انه يكون حريص على اتمام وانهاء التعاقد مع لاعب شايفين انه هيفيد النادي. انا شوف الفريق مرتجي ده كان اياميها حاجه جامده جدا حتى في الجيش، يعني حاجه كبيره طبعا. وحاجه كبيره كمان ان هو رئيس النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي نفسه ونائب الرئيس وعم عبد البقال اللي هو كان كشاف هو اللي جايبني هو اللي جايب مختار في المجال ده في تاريخ الرياضه في مصر الكابتن عبد البقال. الله يرحمهم. ناس كتير ما تعرفش الله يرحمهم الثلاثة يعني هذا الرجل من تعاقدات ومن اختيارات كان بيوصلها للكوادر اللي ممكن تكون صاحبه القرار في انتقال لاعب او اخر، انه دايما كان مشورته في مكانها وفي محلها. لا ده هو كان بيتكتك ازاي يجيب اللعيب، يعني طاهر الشيخ لما جه النادي الاهلي ده وداه كندا وجابوا انت عارف بقى كان مخطط جيد لا مخطط. يعني لو بمقاييس عمرنا النهارده كان زمانه من اشهر المتخصصين في الانتقالات او وكلاء اللاعبين على مستوى العالم. ما هو اللي حصل ان هو خطط برضه معايا ان قابلتهم كان هناك سكرتير عام النادي الاستاذ سعيد عميسه، قابلته بيهم وبعدين اتكلموا معاهم وقالوا لهم احنا هنيجي تاني نيجي نخلص. فجم تاني بعديها باسبوع الثلاثه وقعدوا في اجتماع مجلس اداره وخلصوا والمبلغ 7500 جنيه وماتش اللي قال التقرير انه كان اكبر رقم في الوقت ده فعلا. انا يعني طاهر الشيخ كان جاي قبلي ب 7000 جنيه، انا جيت ب 7500 ازيد منه ب 500 مثلا. كام يا كابتن؟ بنتكلم عن ده كان مبلغ مش وما كانش فيه احتراف اصلا. فالمهم اتفقوا على كل شيء ومشي وسابوا عم عبد البقال مع والدي في كفر الشيخ، قعد معاهم بقى يناطح معاهم عشان يخلص الامور. هم عايزين الفلوس نقدي وهو عايز يديهم مش عارف بشيك. يا جماعه ده النادي الاهلي، يعني تعرف بقى مجالس الادارات في 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 البلاد دي. عم عبد البقال قال لي انت تمشي من يعني هنا. كنت متوتر جدا خلال مرحله المفاوضات دي؟ طبعا لحد ما تتم وتنتقل. انا كان نفسي اروح النادي الاهلي بالرغم ان على فكره والدي كان زملكاوي يعني ما كانش متحمس لانتقالك في الاهلي. لا كان متحمس جدا لانه شايف ان ده تجربه نجاح لك ابنه انه هيبقى في خلي بالك اغلب الزملكاويه نفسهم ان ابنهم يلعب في النادي الاهلي. ليه؟ انه عارفين اداره محترمه، نادي محترم، في قيم، في اخلاق، في كل الالتزام في النادي الاهلي والاستقرار، وكل واحد نفسه ان ابنه يطلع ملتزم ويطلع حاجه كويسه. فعم عبد البقال قال لي انت هتمشي من هنا تروح على القاهره، ابني هيقابلك هناك، هيقعدك في شقه وتروح تتمرن مع كابتن فتحي نصير. كان ماسك 19 سنه ساعتها. 19 سنه دول كانوا مين؟
كانوا محمد عباس، خالد جد الله، مجدي عبد الغني، ربيع ياسين. انا كنت 23 سنه ساعتها وبتمرن معاهم وهم 19 سنه. فهم كانوا يعني انا كنت بقى طبعا 23 سنه و 19 سنه فرق خلاص اللاعب نضج 23 سنه. لا لا انا 23 سنه في فرق في قوه وسرعه وانا فايت فيهم يعني. فبقوا يستغربوا ايه اللعيب اللي 19 سنه دوت وماله مدمل كده وبيجري وسريع وكلام من ده. فلما عم عبد البقال رجع وجاب الاستغناء فقال لي بقى اطلع الفريق الاول فوق.